المصطفى ايوا نفقوا عليا ما نفقوش حياني عليكم. مالك ما قلت لي صباح الخير؟ صباح الخير الشوايطين كاع ما قلت لي من قلبك وانت كتبغيني في قلبك. خرجوا لك هذوك المسلسلات اللي سايره مقابله حل فيهم فمك. ها هاي لا لا صباح الخير من الداخل. شوف هاك زيد زيد تعال حب حب لي على راسي ملي تقول لي صباح الخير. واش تخصيتي اتفاق لك ولا مالك؟ ها وحدني نحب لي على راسي يا امي رباين قلتي توحشتي امك. لا ما توحشتي. لا لا توحشتي امك. لا لا مشيت لك عدا وشتي وعدا مفقوع عليا. اي مفقوع لك. ومالاش درت لك المصطفى؟ وما قالوك غير ونو في الرياض كنتي تقولي عليا علاش بقيتي خازنة عليا؟ وانت قلت لي ما تبقيش تقولي حيت ندي فيك الدوي سدي دقوشك شويه. اي عليهم هما ما تقوليش ليهم ولكن انا قولي ليا. صافي المره الجايه ولا تنقول لك كل شيء. هي جاية تصفر وتخدار هي لي حسلف عاللي زار هي ناس حيت معشوقة في النوار يمشي ويجي حاجته مقضية جنون أنا بعدا قبل البحر لا يرحل أنا بعدا قبل المجلة تعواج أنا بعدا خصني جلالة ونفيق يمشي ويجي حاجته قضية جنون خوتنا يا سلام زدو بينا العلام زيدو بينا القدام أخيا بدابة زيان أدادا وأدادا عيط الله تصيب الله ولا حبيبة وهي وانا شي ما درتو وحق ربي المعبود حبيبي لفلتو ادادا وادادا عيط الله تصيب الله ولا حبيبة وهي خليني نمشي نجدد مصطفى شي حق تمشي شي نجدد معاك مشكل فعاود ما تقولي لي نمشي نوجد لك الفطور انت كتقول لي بغيتي تفطري معايا وانا ما كنوجدش الفطور طامي هي اللي كتوجد الفطور انا عا كنفطر معاهم مايضه فين سيري لمايضك مايضك هنا هاني هاني ركدي ركدي عليك النص داك المشخوف وراك عندنا من الزهراء جاداو ها هو سيدي هذا ولا راه هذا هذا راه البلوز وليدي البلوز باباس كيفاش وجهي كولك فاك انت مالك اخويا مالك انت مالك من العام اللي جيت لقاك انت هو انت مالك مكنزز راه غادي تموت وانت مكنزز بحال هكا ما يعرفو حتى يدفنوك ترخف شويه صاحبي بغيتي تفطر معايا مرحبا بك غادي نصيب لك انت توست سون فروماج لا 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 هذا هو الفطور الفطور اللي ما كانش فيه الخبز ديال القمح ولا ديال الشعير وزيت العود معصور على يديك وواحد البلاد مشحر ديال اتاي بالنعناع ديال العردي ما نسميهش فطور هذا نقدر نسميه كي قلتي تا بلوز لا جاز هذا اخويا ما بغيتيش تفطر انت لهلي فطرك صافي واش بغيتي تدخل معايا في الدوق ديالي انا كنفطر فحال هكا وانت مالك واه دخل الصحه هذا ومنين انت كتدخل الكوزينه وتصاوب الفطور ديالك الراس يا مصطفى من النهار فاش تجوجت وانا نولي كنطير في الطياب عتي ولد الروميه وانت اللي بغيتي تبقى ولد البلديه اي ولد البلديه ولد البلديه وعروبي عروبي قح عبدي ولد السناح ولد تبوريده ولد الارض انا ولد امي صباح الخير يا سيد المصطفى هنا الله ربي لا مسمح لي يا سيد المصطفى حق مولانا البارح داتني عيني مع المسلسل سهرت انا دابا غنوجد لسيد المصطفى الفطور هان دابا ان شاء الله ما غبيتش علاش سيد المصطفى شبعت بلوز سيد المصطفى لا تخافش مني سيد المصطفى بغيت لك السر عايشك سيد المصطفى سي مصطفى شي نهار غادي تجي مرتو تشوفك وتنوض لحياتي مالك تبع عليا سيد المصطفى حيت ما وجدتليش الفطور ياك ايه اش قال باش فطر قال لك فطر بالبلوز واش قولي واش دولي انا ولكن وجدولي محرحر شويه ما طيبش مزيان شويه
وخويا وريني انا كيفاش نطيب هذا البلوج باش نولي نعجبو. اش طيب البلوج؟ انا امير خويا دير معايا المزيان وريني هذا البلوج كيفاش كيطيب، تعطيني على المقادير وخليني انا نضرب براسي. ها هافا دخلت عليك عاب الله. امير الله يخلي لكم وينت امين. جبوني بنات الكليه كاي خرجوا صربها صربها كيف العجل. سمير سمير هي هي كتجغدك بوحدك. اتونسيون توش بانو بارياج ما نحملش شي واحد انا يقيس لي الزيتون كحل. وانت استخسرتي فيا زيتونه وانا جايب لك واحد الخدمه ما غتقشبل فيها والو. خدمه وتدواب شويه دابا ولي سامعنا شي واحد قول لي شناهي هاد الخدمه؟ شي مهرجان وانت شي حاجه حسان والمهرجان سواري بريفي واحسن من سواري البريفي. ودوي معنا بالمعقوله باش تقول لي احسن احسن احسن. جيت لك واحد العرس في الوالديه ناضي عرس في الوالديه ما مزياناش ليا الكارير ديالي. انت كدوي على الكارير كاين شي كارير بلا فلوس؟ وانا هادشي راه ما دايروش من اجل الفلوس، هادشي دايرو من اجل الفن. وانت باقي ما شتيش حتى الشيك شحال فيه وكدوي شحال ما بغاو يعطيونا. انا راه ارتيست. ضرب ضرب على الشيك ضرب على الشيك شيك ما نحنا كتغرنا الفلوس راه الفن هو كل شيء. ويلي ويلي واو 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 هادي اش غدير؟ غادي نمشيو نخدموا عندهم على حسابي. لا لا الكارير ما مزياناش لك الكارير داكشي. ويا متفق معاك دابا ما كاين لا كارير لا والو كاع الفنانة دوزوا سطوح، ولكن الناس عطيتيهم الكلمة خاصنا نمشيو نقضيو معاهم الواجب. على حسابك؟ على حسابي. واخا تفضل تفضل مرحبا وجلس تفطر بعدا والناس راه الفنان. فطر فطر خذ ناخذ زيتون. خذ زيتون. هاد الكرواسة بيتا؟ لا غتفطر معنا وغتشي بحال هكا. الله غير متسطة وشان الربع في عمدة والتولود في أسافي بغيني تناسبوا معايا بغاو يعطوني بناتهم هدية وأنا كنتسنى حقي في طعم ولا هي هنا. فايدة حكتي السلام جيبوا لي مولات الخال سلفاني مولات الخال هي تكوي وما ترحم جيبوا لي مولات الخال. لا كنت كتغني عليك عاني قيس وتهنى وبرد معك فوق ليلتك ما فيا حتى خالة. وانت فيك الخالة وفيك العمة وفيك الخو وفيك الخت وفيك العائلة كلها. ويلي ويلي على الدري البارح كي كان يجري حفيان ودابا كثروا فيه الهضادر. خويا هادشي كله مني جاتي. انت ما كي كتبقى تجيب لي داكشي اللي فات داكشي راه فات مات صافي. انا غادي ناوي معاك الحلال ونيتي صافية. ويل على نيتك صافية واش تهبلتي ولا مالك؟ واش عرفتي انا بشحال كبر منك؟ ما هي 3 سنين ما هي 4 سنين مين كاع نعيقوا حنايا ونمشي معاك بعيد نقول كبر مني بخمس سنين راه كبر منك بعشرين عام. ويل على خريا من يولي يلعب مع الدراري الصغار وانت انا اللي عزيز عليا اللعب كبير. ويل على كبير خليك ضايمتي قايبر. اش كدير هنا؟ كنفطر. كتفطر مخيم في لاله فاطمه؟ اسير سيدي قابل لي البازار تما دابا يجيو النصارى والتوريس ما جبرونيش. واش انا نمشي نحل البازار مع السبعة ونص ومعاش باغي تحلو؟ هو حتى العشرة تيجي شي كليان بعدا ولا جا هاد الكليان. ايوا سير جيب الكليان يفطروا معنا تا هما هنا ونتغداو اللي نرقدوا شويه عاد نمشيو للبازار كلنا. وما يقدمش الفطور ياك اوليدي تيدمتي وغلاضيتي وعدتي ترد عليا في الهضره. بغيت غير نسولك شكون اللي كيمشي عند الاخر واش الخابيه ولا الغراف؟ الخابيه كتمشي عند الغراف. وعبر الغراف اللي كيمشي عند الخابيه. وسير سيدي خذ لي غراضي تاب شويه على الدري. اه غادي ما تصريش. لا لا ما تصريش هجشتي بشويه المره مني جا عندك ويدي نهزر فيك هكا عيطي ليا عيطي ليا نحيدو من طريق. علاش اخويا غنعيط لك؟ مالك تاش كتجيني تجيني بالفاميلا تجيني بالطاسي لاش بيني وبينك؟ وانا جايك صبري راه هذاك الشيء كيمشي بشويه بشويه. رانا من الفطاح الى الكبار ديال هذه المدينه. رانا الجلالي الطول والقامه والقد والهامه وفيا ثلاثه قامه كنتسنى منك غير فهمه. ويلي عيط لايتو خضر اميتي اللي بيتو هو لقيتو اللي ما بغيتو سلط الله عليا. يا طامر انا من الفطاح الى الكبار ديال هاد المدينه الله يهدك شحفتيني. وبعد مني الله ينجيني منك تفرق عليا وبعد مني. طام بعد مني ايه طام الله يهدي بعد مني راه شي حد يشوفك راه ما يعجبك حد. طام التليفون ديالي كان محطوط انا فين هو؟ ما شفتوش اخويا انا ما عرفت التليفون ديالي اش فيه؟ شنو غندير لك بلاتي انا عطيك تليفوني صوني بيه. لا كان غير هنا هاك هاك اخويا هاك لا تخليني ندير الكود هاك هاك خويا دوز لنا مرهان فين غادي نمشي؟ بعدو فين يمشي اخويا لا خليتي في الدار غيبقى في الدار. مصيبة هادي صونا هو كي صوني كي سرسر
بنتي خويا هذا ديال المي هاك ناري ناري كل قاتو سناء يلقوا عبر انا المعبود الله والنبي سيدي الكبيدة ودابا يجي دابا يجي دابا يجي انا حالا دابا يجي في الراس شكون اللي باغي يجي دوك تاعي جلال يا سي مصطفى انا باقي ما جيتش والجلالي راه ولا كيجي معطل هاد الايامات وكنقول ليه راه نحلو تيقول لي تال 10 بين ما جا الكليان ولا جا هاد الكليان الجلالي هو اللي كيقول هاد الهضره هادي هو تبقى بيناتنا السي مصطفى داك عم خورج يستقدر لي حاله قايبر السلامه صباح الخير سي مصطفى كنصبح والربع كي بخيتي وكي صبحتي وكي بنتي يلا جبدناك يجبدك الخير كيقولوا سيدي بلي جبد الجيلاني وجد ايوا جد الرشه الكلام على الصباح سي مصطفى راه يتم قال لي كلشي اش قال لك قال لك اسيدي كتقول لي ما نحلوش مع السبعه ونص نحلو مع العشره انا عليا بعلي اليمين الا حليت مع السبعه وتولوتو مشيت نقضي واحد الغوارد بيليدي ورجعت دابا بلاتي نمشي نشوف واحد الكوموند ديال الجبابن فين وصلت في الطرز في في فين وصلت في النقش حتى شوف يدخل يخرج الهضره شتي جيلاني ما نعاودش الهضره المحل يتحل مع السبعه ونص السبعه ونص ماوش شي وقت اخر سي مصطفى انا راه ولدكم وكتافي منكم انا غنزيدك واحد الفابور من عندي على وجه المرحوم انا غنبدا نبات هنا ونفيق الصباح نصلي الفجر هنا ونهز يدي ونقول يا فتح يا رزاق ونحل الدفف واش تراجم جلالي حاجتي في كرين لا موك ولا موني وصل عندي وما يدوم حالنا يا وليدي يا وين شو عيب هاد الله شو دخلناكم بالله دابا واش هذا قعيبر دابا بغى يخسر لي علاقتي مع قبيله الحاج سير يا وليدي يا قعيبر الا بقات فيك أوجي أوجك وطا خالتي واش تبنيتي ما بغيتيش تفكري ديري دويرتك وخالتي راك عارفه راه على يديك رديت 10 ديال العرسه الاخر فيهم زيدي عبد القادر ولد خالتي في وجده وعدوا الوراق ديال بلجيكا عيا فيا قلت لها خالتي عسير تجوج انا باغا نقعد مع خالتي وسيد المصطفى صباح الخير صباح النور صباح تولى وناري الفطور شوف اختي سكينه انا مزوقه فيك ما تحاكينيش مع سيد مصطفى البارح جا لقى الطبله ديال الفطور من شوره ل 11 حيح عليا قال لي 10 تجمعي ولا انت فين كنتي من صباح الله ما فطرتيش اش كنتي ديري وعيانه باغا نستريح مهلوكه باغا نرتاح وصبحت نعسه شويه وهاتي جيتيها في راسك خالتي لا عرفتي شنو المصطفى فقوع عليا وهاك قولي لي يا خيتي سكينه تلي عند مره بحالك ما يتفقعش الحمد لله وسيد المصطفى اللي ما نطاحرش انا تا انا قلت خصني نتناحر على قولي انا غادي نصلي المغرب نصلي مع العشرة نصلي المغرب مع العشرة مع ال11 تسالي شي حاجه وغنصلي حتى العشاء يا خيتي ديري فاه نوض انا دير غادي تفقسني سير خالتي سير يلا والله يقبل لك خالتي امين تحت الله كي درتي تيتا تزوجتي حيت راجلك يعرف با بالحيقه والبو يا الو اللعنه سكينه مرت مصطفى امين لوسي انا كنمرك بقى معايا واخا لوسي لوسي ويلي 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 قطعت على الراجل حق مولانا انا كيتعدوا في الدنيا بحال غادي يتزوج وانا نقعد لا شي هو يا سيدي رفاق الله لوسي 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 ولوسي لوسي 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 واقع مالك اش واقع واش واحد كيسول فيك وانا مسمع وانا جالس هنا شكون هذا اللي كيسول فيك ماشي تما كيسولوا فيك في التليفون لا لا الا التليفون مابقاش عندي مع التليفون ديري واحد النهار البورطابل ديالي جداتو سناء بغات تهضر مع باها وهي شاده في يديها كان غادي يسكت ليها القلب واش عارفه اش عندي انا في البورطابل ويلي صافي سير عندو قول لي ما كاينش خويا انا ما نكذبش عليه مشي عند بلاصه دار بيض يوم القيامه وهزني مش في راتي سير قولي لي طق سير لا لا قطعي عليه انت يا كاع قطعت لي وملي قطعتي عليه مالك من الصباح لوسيلي جيري جيري شنو واقع صافي ما شوفي ما كاينش مشكل عرفتوا شكون هو داك خينا خدام معايا ولكن ما كندويش معاه ومقلق عليا بزاف انا كلهم مقلقين عليا وغضبانين عليا وكيهضروش معايا قال لك فيا الهضره وفيا الدوي اش في فيا الدوي شنو الدوي والهضره تيكون فيك كاع الدوي مالك اش عندك بهم يمشيو يتفربعوا كاملين المهم عندك انت يا وراجلك هو المصطفى انا عندك شي واحد اخر صافي والمصطفى تا هو مقلق عليا وغضبان عليا وما باغيش يدوي معايا ما عاد كندير ليه وانت فهمتك شويه راه من هنا كنشم فيك ريحه المرقه حيد هاد الحوايج دابا تدويش ولبسي شي حويجات زوينين ها شويه الماكياج
شويه ترويحه والرجال راه كيعجبوهم العيالات اللي كيدويو زوين. دوي معاه مزيان. اوا لا عرفش ما تدويش، شري ليه كادو. اولا انا ما نرضش نشري ليه كادو، انا بلا موجه مشرع نرضي نشري ليه كادو. كادو انا كنشري من العيد الكبير للعيد الكبير. شري كادو من العيد الكبير من العيد الكبير للعيد الكبير، شري فوقيه ولا شري بلغة. تخيلي اليوم عيد الكبير وقالت امي هنا وحاطه المجمر ها وريحه الشوا متخاخن. سقيتها سقيتها معلقات في الماكينيات وحطت عليها هاد الزويب ديال حياتي باش ما يقيسهاش الدبان. وحنا كنطلعوا من السطح وكنشوفوا ريحه الشاي وكنشوفوا الناس وحنا باقي كاع مشوينا. حنا الرجال جالسين هنا في الصالون كناكلوا في القطيبات، وانتم العيالات جالسين كيتزلقوا في هذاك نغسلوا الدواره. ايوا صافي شري راجلك كادو قرا اليوم العيد الكبير. لقيتها اشنو؟ اشري ليه المجمر. شري ليه جنويه العيد الكبير ونكون انا شاده قطيب بحال الماكينيات وشاد قطيب بحال الماكينيات ويدوقني من كبيده نعطيه قنايصه نعطيه توحشت المعزي. بسم الله بسم الله اخويا امير. الله يعطيك الخير الطعم. بسم الله شاد شامي انا مالفين كنتغداو بهذا الشيء. ما سميتهم شاد شي، سميتهم لي باط. انا قلت لك لي ماط راني عارفهم لي باط. واش ناكل هذا الشيء انا بنت امي نعس في كلينيك ولا شنو؟ صافا ورادك تم قبيله في الكوزين عرفتي بلانين والله الا شهيوه ذوقهم تعجبك. وتي راه خلطوا لك الماكله بالكريزين تاكليها. لا امال فين الخميس كناكلوا طاجين ديال الحوت. والله الا عندك الحق اودي يا سيد المصطفى، الخميس كناكلوا طاجين ديال الحوت، هذه عادتنا وهذه قاعدتنا. لا تولف عاده لا تقطع عاده عليها التعاده. بسم الله اودي يا سيد المصطفى ما تبقى ليا على خاطرك. مهمتي تقنع عليك بالله لما دوق لي هاد لي باطو باش غادي تغداي دوقي كي جاوك. بسم الله يا بسم الله زويني القلقه دقه يا ماشي. اي شوفي الحوت كيفاش داير. تعاوك وابن السيد الصحف دق واخا واخا دوقي لي لاصوص اللي كاينه هنا وقولي لي دخلنا عليك بالله كي جاتك دوقي لاصوص راه جيب لك شوفي الطربيطه. شوفي هذا القزيبره ديالك. لا 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 لاصوص ديال لا راك عليا من هادشي ديالكم. ويلي قولوا سكتوا وليتو دايرين بحال شي قرد وسط منكم. صافي عجبك الحال؟ انت اللي عجبك الحال. لا والله ما غادي يطيح كل شيء واحد فيكم هذا. ايه شتي نعم طالع لي غناكل. ما كتحرمها لك ولا صغير انت بيه بحال هكا. خميس كناكل الحوت ناكل الحوت، ماشي انت غتجي توريني انا اش غادي ناكل. الحمد لله الحمد لله ضباني طراسي في الكوزينه. انا الصراحه كانوا عاجبيني بجوجهم بلالي. بابا يا بابا. هيجب هيجب فرحان ما قداني فرحه. علاش؟ صافي راه دفعت لهم الشيك ان شاء الله غيخرجوا الفلوس غنتبرعوا ناخذوا ماتيريال نوفو. اه علاش ما كنبغيش نخدم معاك حيت ما غنقرقبهاش؟ ليش هاد التبديل؟ ليش انت مالك مكلخ وباقي قديم والفنان خاصو يلعب على ليماج ديالو ومره مره نديروا الماركوتينغ والشوبينغ. انت دير تا البروشينغ. انا اللي بغيت نفهم واش غتشيط لنا شي حاجه في هادشي ولا ما غايشيط والو؟ ولا بد ما خشاي. ايوا صافي هادشي اللي بغيت نعرف. المهم انا غنمشي للدار غنوجد واحد الليسته ديال داكشي اللي غنقولوا في السهره اليوم ان شاء الله. سمعت كوليدي كدوي على الليسته ديال تاش ديال الباسبور غنوجد الدوسي ديال على دابا انت بوحدك في هذا الكون اللي بغيتي تصوب باسبور خصك ليسته حيت الغربه. وانت شحال قشطرتك كوليدي يا قعيبر؟ انا كنصوب شهاده الحياه. على التحي وما نعرف علاش بغيتيها. وطلبوا لي في الباسبور. عسافير انت ديال المشاج كنتي ساكن في السماء من قاره لقاره. انا دابا غادي نمشي نتحرك ومن انت تعيطوني ياك باش نتفرجوا في الماتش. زعما انا ما كنفهمش الغوص بيناتكم ما نمشي نتفرج في الماتش. اش من ماتش كاين اليوم؟ لاعبين واحد الماتش. ما غاتمشيش ليه؟ علاش؟ غاتمشي دي بلاصما. فين؟ قادير. وامتى؟ الليله. كيفاش اليوم بالليل راه كيسدوا الباب ديال اكادير؟ لا شامي عاد الله الناس الجنوب كره ما عطيني الدوبل هادشي اللي تحل اكادير ودخل تقضي الغراض والصباح سير حل مير لفتش عظيمتك في البحر عاد اجي. الناس الكرام هادوك اوليدي باش نوريك تزاحم معايا على ظليمتي. سكينه هاكي خيتي هاكي صابونك خليني خمشي نقضي شغلي واش انا نقلب عليك مالك؟ ما بغيتش تجلس لي حصالتي بغيت ناخذ منها الفلوس باغا فيهم شي حاجه. ويلي حي لا سيد المصطفى اش واخد ويلي حي. انت يا انا الفرنك اللي حبسهم كاملين. وفلوسي فلوسي فلوسي واش بغيتي هاد الفلوس اخيتي كامله تحقري عليهم؟ باغا في واحد الحاجه. ديري شي حاجه بسلامه. باغا نشري كازا المصطفى. اش بغيتي تشري لي؟ قال لي يا امير دو معايا العيد الكبير وانا قلت لي شري لي مجمر وانا عاوتاني فكرت وانا نسيت الغاف في مخي وقلت غنشري لي مكانه. كي دايره هاد المكانه اللي بغات تشري لي؟ عنوان مكانه
مدوره ياكي وفيها الصفر. ايه هاي مشيتي مشيتي هيا شتيها على زويناتها فيها الحجر. يا ويلي واش تهبلتي واش عرفتي هادي بشحالو؟ هذاك راه 48 ما يقدونيش هادو. تيش غادي يقدوك؟ يا ويلي هبلتي واقيلا سكينه. تصدق اللي حبيت نقول لك واحد الكلمه. غير بغيتي تشري كادو لسيد المصطفى وبغيتي تفرحي ليه بيه ماشي ضروري تشري لي شي كادو غالي. حيت اللي شريتي ليه كادو غالي غيقول لك سكينه من جوك الفلوس. تعرفي السي مصطفى منكري، خدي ليه وريضه، خدي ليه تسابيح، شي رويحه ديال المسك، تضيع علاش؟ فهمتيني؟ ناري عندك الحق والله الا فكرتيني انت بحال اختي وكتبغي ليا الخير والله العظيم. انا ديما بغلط. حيت انا لا خسرت هادشي كله غير كنقول لك كتفزقي الفلوس ويغوت عليا. معقول انت مدوره في راسك وغتفهميني مزيان. يا خوتي خليتك الراحه. 1000 5000 سكينه خيتي. بغيت نرغبك واحد الرغبه ولكن انا مزاوقه فيك ما ترديها لي في وجهي. طالبيني؟ خيتي واقفه على 41000 بغيت نقلع الدرس. مالك تاكل الحلوى؟ نيل جلالي. نعم. تحسب لي السلعه كامله وبلاتي السي مصطفى ما حدك انها تقيد عندك هذا المكب ديال الطاجين راه هرسو كعبر. واش تخليه هنايا منين هرس؟ ايوا بغيت تشوف ولا تعاود تلصقوا فيا انا باش نشوف واش دخلنا واش خرجنا. سير سيدي اللهم يسلمك. السلام عليكم. واهلا اهلا اهلا عمارة الدار. اهلا سيدي امير نورتي المحل. كيداير ودخلتي بخير؟ لاباس عليك بخير؟ لاباس الحمد لله. نورتي المكازا. والمحال والمحال كيخلاها المرحوم الله يرحمه حتى شي حاجه ما تبدلات. واش بغيت تبدل فيه؟ اش بغيت تبدل فيه صاحبي؟ هذه الكوغاسيون شويه شي حاجه تبدل بعد الكليان اللي دخل هنا خصو يرتاح ما يحس بالقنطه. الكليان عارفيننا وعارفين اش كنبيعوا. واش انا كنبيع الديكور ولا كنبيع الفخار؟ سي مصطفى هذوك الكليان خلاهم بالله يرحمه. انت وشنو درتي؟ عطيها الطواجن والحسابات؟ لا المحل خصو يتطور باش تجيب انت كليان واحد اخرين جداد. نموتوا نكزوا ما نديوهاش بر في الدنيا. كلامو صحيح هادشي خاصو شويه يتبدل. بحال دابا مثلا دابا نيت بحال دابا اش نكمل بحال دابا اش دابا نقدر نخرج نخليكم تتكملوا هضرتكم ونجي. سير هي اللي ما تعاودش. لا 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 خليك هنا ما عندك فين تخرج. نجلس اعطيني شويه الوقت وتصنت لي يا مصطفى. شنو غادي تخسر؟ انا ملي كنشوفك كنخسر. انا راني فاني عمري كله هنايا في هذا المحل هذا باش جيت دابا تخربق عليا تم. وانا قلت العكس. قلت العكس اخويا جلالي. الله يا ودي كلام كله الواحد خاصو يتسلغ عليه. الوالدين ديالنا ضربوا تماره باش وصلوا هادشي فحال هكا. وليهم برحمه الله. الدور ديالنا وشنو غادي نخليو حنا لولادنا؟ فعلا انا قلت لك خصك تصنت ليا باش تسمع واحد الحضره مهمه. انا وياك هنا النص بالنص. انت عندك 50% وانا عندي 50%. الا قلت هادشي خصو يتطور خصو يتطور. قيد هادشي الجلالي قيدو. قال امير هادشي خصو يتطور. قالها سيدي امير المهور. شنو هادي اللي كتبتي في الاخر؟ مهور مسحه كتب المطور. المطور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي المعفر تعفر بشوية جابك الله. لبس هادي ولا لبس هادي؟ أبدي لبس اللي بغيتي بحال بحال. أنا لبس هادي زوينة الكحلة. عرفتي الموسيقى كتبان لك ديك البروة وديك الهيبة كل شي ياخذ معاك سيف. تسيلفات جات معاك. كيفاش جات معايا وانت راك خدام معايا؟ اعطيني وجهة نظر ديالك. وانت انا اللي ما عرفتش فين غنعطي وجهي. انا ما لقيتش غادي. علاش؟ والجلالي جا عندي قال لك حقه والواد خاصك تمشي توصل واحد السلعه تاع الاكادير. وقلت جلالي هذاك الشيء اللي كنديرو راه هو خدمه. راه الفن الانسان اللي بغى يدير فن خاصو يضحي. انت بعدا لا ضحيتي راه عندك فين تبات. انا راه ضحيت غنبات في الزنقه. بات في الزنقه غياكلك بوعو وما يتسوق لك حتى واحد. صافي انا لقيت واحد فكره مزيانه. شناهي؟ غادي نمشيو انا وياك نديرو السهره ونمشيو نديو السلعه تاع الاكادير ونرجعو. بلاتي دابا السهره غيكون فيها شي 3 ديال السوايع على 5 السوايع ديال ما يقدناش الوقت. ولا يقادنا الوقت يقدنا. انت شوف شد هاد الورقه. فاش غنمشيو للسهره غنبدا انا عدو بلا مقوله. انا في حال شي بكريني غنغنيها خربوشه سيدي احمد. انت غتغني بين الجمعه والثلاث والعلوه. بلاتي حاجتي فكريني وخربوشه وسيدي احمد انا اللي كنغنيهم. انا اللي كنغنيهم على انت عندك الربع في صوتك ولا انت عندك الطيوح في صوتك؟ وانا راه كنغني مقام عالي عليك انتايا. وانا كنغني مقام الوسط وزيدون هادو هما اللي كنجيب بهم الغرامه. اصلا انت كنجيبك في لومبيونس هذاك الشيء ديال واهليات وصافي. مع 11 هادي 12 هاي مصطفى صباح الخير. هاي 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 تعال كيف شي قاع موجدة جاي نفطر بيو ولا انا موجدة جاي نخلي عول بايد وكل واصة
وعاصر البلد وتايا خد داكشي اللي بقى هو الزيت ولا الماء. تي ما عمل فرحتك بالماكتية. لا ماشي انا انا الفرحه شعل الله عاد تكمل عرفتي شنو دابا انا عرفتك انت مفقوع عليا ومقلق ياك وجدت لك واحد الكادو يا كادو تسنى تسنى انا جاي انا جاي اهلا مصطفى هاك شوف بليغه ولاش محنتي راسك تاتي الله يهديك راسو كاينه هو لا لا والله ما محنت راسي حتى كنت مفقوع عليا وانت راجلي وجدت لك الكادو يلا برك برك فطر انا جيت انا جيت انا جيت زوري مارك ها كي جاتك اللقجه هادي هي اللقجه وهي اللفله يا سلام تبارك الله على العيوط وتبارك الله على المرصاوي وتبارك الله على حمو البفي وخدو جعوينتي واش انت شك وعيبر هاد السلعه ما بقات باليوحنا قول لي قول لي قول لي انت فمك في الحنا كان بي معك انت سي جيلاني الله يحضر السلامة درناك سيدة يعوذ بالله من الشيطان الرجيم فين وليدي في طريق الوالدية في طريق الوالدية وهذيك هي الطريق وياكم داروا لك الطريق وقالوا لي الوالدية فيها الشمس وديت السلعة تشمش وعادزنا من الصويرة ولحقنا الأكاد فكرتيني في المثال ديال الجدول اللي كان يقول له فين ولدك يقول له ها هي ها ها وانت وليدي مالك شتك ياك ما يدك مهرسة لا مكمشة علاش على هادو على هادو من جاك واش صباح الخير يا سيد المصطفى صباح الربح والخمير والتيسير هانت يا سيد المصطفى عليا باليمين الشهر اللي فات وقميله داك بقى فيا الحال على داك الكادو اللي شدت لك والله العلي العظيم قلت هاد الشهرين نفرح بك بسم الله طام شحال عزيز عليا انت ربي اللي مقدر ليا من عيبين ربي العالم بسم الله يا سيد المصطفى شنو هادشي هذا سيد المصطفى تليفون عليا باليمين شريته ب 88000 واش ما حلتي راسك حويلي يا سيد المصطفى انا كنصبت عينيا وروحي نعطيهم لك ياك اختي سكينه اه انا هذه عجبتوني والله راه كان يضربني في راسي انا ما نقدرش عليه انا ما كتعرفيني هادشي ما عنديش معاه بالياء نخليه سكري يا زلا تصور زلا تشوف داكشي ولكن سيد المصطفى انا جبتو لك حتى زعما بحالي بحال سكينه اي بصح بحالك بحال اختي سكينه بصحتها لا لا التليفون ديالي هبقى نصور بي انا وانت وطعم ونصيفط لمي اي بصحتك اخيتي صور وصيفط لمي فتك سيد المصطفى بغيتي نوجد لك شي حاجه للفطور خليك ديتي حتى نوجدها لك سيد المصطفى ها ويا عليك الله يديك في النجا ويجيبك في النجا تفعل الله ونبي سيدنا محمد رسول الله ياري شحال زوينه الطعم عرفتي الدقه هي صاحبتي وهي اختي شكرا ايش قال شكرا شكرا 88000 شكرا قالت لك ما تليفوني مصطفى خونتو ليا هذاك السيد مسكين بقينا فيه اللي خرج بكم وعطانا هاد الفلوس بغى يعوضنا علاش كوني فيه لافوت حنايا انتوما فيكم لافوت ضربتو وخسرتو لي الطوموبيل ديالو وكرتو لي الصباغه ها ودور معاكم ما خديتيش التليفون ديالو لا فاش ضربنا كنا مغيبين غيبتو والحمد لله اللي بقيتو حي لوالديكم يلا الله يعرضنا عليكم السلام والفلوس غادي نخزنهم لك تالين ترشد وداك السلعه انت غتجمع عليا ترشد ايوا العمل ما فيش الرشد انتهى الكلام كيف بسمي مالك جيت يا وليدي جلس 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 هذا هو مزيان لك ما طلع لك السكر طالع لي القرده معاكم وربك جيت ولدك راك ينوض لنا الفتنه امي الله يهديك هالبقاو ديما بحال مالكم عيط ليا دابا اش واقع ياك لاباس جيتي لا مازال ما جيتش امي حيتي منك جيتي واش نتوما عاجبكم الحال في هادشي واش نتوما انا ما كنوقعش فيكم واش انا ماشي منكم واش انا عباد الله مريضه بالطونسي واش نهار تيقولوا لي القلب واش بغيتوا توصلوني عند باكم لا لا مامتي ونوض وليدي بوس خوك بوس لي راسو هي اللي ما تعرفش عارفه ولدي ونوض الله يرضي عليكم ها وهكا بغيتكم الله يرضي عليكم يلا تصبحوا على خير الله انا نمشي في حياتي الناس وهذا شنو راه عندك تكاحت امي مريضه والله ما نشوفك تشوفها حتى ما تستاهلش تقول انا ما عندها ما مالك باقي انت هو انت بوعاطي قدامك انت راسك تريض ودابا كنت مقرب والله ما تستاهل صافي شكرا امي كتشوف فينا راه وقت صافي مشات تطلق من هنا باقا باقا راه كنشم فيه ريحه باقي باسلك ثم بقيت مع القيد حتى الصباح ها ما كنشم فكتوري حاجه هي
معشوقة في النوار يمشي ويجي حاجته مقضية جنون أنا بعدا قبل البحر لا يرحل أنا بعدا قبل المج لا تعواج أنا بعدا خطني جلالة ونفيق يمشي ويجي حاجته مقضية جنون خطنا يا سلام زدو بينا العلم زيدو بينا القدام لخيا بدب زيان أددا وأددا عيط الله بصف الله ولا حبيبة وهي وانا شي ما درتو وحق ربي المعبود حبيبي لفلت